عسكري ومارشال ألماني ارتبط اسمه بألمانيا النازية. كان رئيس أركان القيادة العليا الألمانية في الحرب العالمية الثانية من 1930 إلى 1945. وقع على الهدنة بين ألمانيا وفرنسا عام 1940، كما وقع على استسلام ألمانيا للحلفاء في برلين في مايو 1945، منذ أن صار قائداً للقوات المسلحة الألمانية في 1938 وحتى نهاية الحرب. حاول تنفيذ النواحي العسكرية لوجهات نظر أدولف هتلر حرفياً، حوكم كمجرم حرب وأعدم في نورنبرغ. فيلهلم بودفين غوستاف كايتل ولد في هيلمشرودا بالقرب من كاندرزهايم بدوقية برونزويك في 22 سبتمبر 1882، ابناً لمالك أرض من الطبقة المتوسطة كانت تشتغل في مجال البناء. التحق بأشبال الجيش الإمبراطوري الألماني عام 1901، وتم إرساله للعمل ضمن الفيلق السادس لمدفعية الميدان. عند اندلاع الحرب العالمية الأولى تم إرساله للعمل في الفيلق السادس والأربعين للمدفعية على الجبهة الغربية، وحصل حينها على رتبة قائد بطارية مدفع. وفي سبتمبر عام 1914 أثناء معركة إيفر الأولى بالفلاندرز أصيب بجروح خطيرة جدا، وحين مثل للشفاء نقل للعمل في قيادة أركان الجيش الإمبراطوري عام 1915. بعد الحرب العالمية الأولى بقي يعمل ضمن جيش الدفاع الألماني لجمهورية فايمار، وسعى لتطوير قوات حرس الحدود، ثم عمل لمدة سنتين كمفتش بأكاديمية هانوفر لسلاح الخيالة. عام 1924 تم نقله للعمل في وزارة الحربية، واحتفظ بمنصبه حتى قدوم النازيين للحكم عام 1933. في 10 ديسمبر من نفس العام تم توليته قائداً لفرقة في بوتسدام، وبقي على رأس هذه الفرقة حتى عام 1937، تاريخ ترقيته لرتبة فريق. وفي العام التالي عام 1938، وإثر فضيحة وزير الحربية الألمانية وقائد أركان الجيش المعروفة بقضية بولنبرغ وفريش، قام أدولف هتلر بإنشاء القيادة العليا لجيش الدفاع الألمانية، وكان الهدف من ذلك إحكام سيطرته على الجيش. ونظراً للخلافات التي حدثت حول من يتولى رئاسة هذه القيادة، استقر الأمر على تولية هذا المنصب لشخصية عسكرية محافظة ولا علاقة له بالحزب النازي، فوقع الاختيار على فيلهلم كايتل. كان فيلهلم كايتل من بين جماعة من الضباط الذين عارضوا فكرة غزو بولندا، وقدم استقالته من القيادة العليا بسبب ذلك، لكن أدولف هتلر رفضها. كما عارض المارشال فيلهلم كايتل فكرة الدخول في حرب مفتوحة مع فرنسا وبريطانيا العظمى، وقدم استقالته ثانية لنفس الأسباب، لكن هتلر رفضها أيضا. كان فيلهلم كايتل الممثل الشخصي للجيش الألماني أثناء مراسيم توقيع استسلام فرنسا في يونيو 1940، وقد قرأ بنفسه رسالة شديدة اللهجة أثناء مراسيم التوقيع على معاهدة الاستسلام، اتهم فيها فرنسا بالتهجم على ألمانيا والتعدي على حدودها. خلال الحرب العالمية الثانية أصبح دوره يتمحور في تنسيق أعمال الجيش الألماني، ولم تكن له أي سلطة تذكر، حتى قيل أنه كان مجرد دمية في يد هتلر يحركها كيف يشاء. في عام 1945 وقبيل انتحار أدولف هتلر، قام هذا الأخير بتنحيته من مهامه، وألقت القوات الأمريكية القبض عليه، وبصفته قائداً أعلى للجيش الألماني وقع على معاهدة استسلام الجيش الألماني في 8 مايو 1945. أثناء مثوله لتوقيع معاهدة الاستسلام قال بصوت سمعه الجميع، حتى الفرنسيين موجودين هنا، لم يكن ينقص إلا هذا. قوله هذا لم يتفرد بها، إذ أن الجميع آنذاك خلال الحرب العالمية الثانية كان يحتقر الفرنسيين، وذلك بسبب الطريقة المذلة التي سلموا بها باريس دون قتال، وكيف أصبح الضباط والجنود الفرنسيون يؤدون التحية العسكرية للضباط الألمان ولتسليمهم كامل عتاد الجيش الفرنسي لألمانيا، ولأسر واستسلام ملايين الجنود الفرنسيين بسهولة، وكذلك لكون الجيش الأمريكي هو الذي حرر فرنسا بعد إنزال النورماندي الشهير. نفس الأمر كان يقوله زعيم الاتحاد السوفيتي ستالين، الذي كان يستغرب كيف أنه يحق للفرنسيين الجلوس في طاولة المنتصرين، فإعطاء فرنسا هذا الأمر من المعلوم أنه كان فقط لإرضاء أمريكا واللوبي اليهودي
في أوروبا المؤيد لفرنسا. وكانت وثيقة الاستسلام التي وقعها فيلهلم كايتل تنص على: نقر نحن الموقعين أدناه ممثلين من قبل السلطة للقيادة العليا الألمانية الاستسلام بموجبه دون قيد أو شرط إلى القيادة العليا لقوات الحلفاء، وفي الوقت نفسه إلى القيادة العليا للجيش الأحمر، وذلك لكافة القوات الألمانية على الأرض أو في البحر أو الجو الذين هم في هذا التاريخ تحت السيطرة الألمانية. إن القيادة العليا الألمانية في توقيت واحد تعلن إصدار أوامر إلى جميع السلطات العسكرية والبحرية والجوية الألمانية وعلى جميع القوات تحت السيطرة الألمانية على وقف عملياتها في الساعة 11:15 بالتوقيت المركزي الأوروبي يوم 8 مايو 1945، والبقاء في جميع المواقع التي كانت تحتلها في ذلك الوقت، والقيام بنزع السلاح تماماً وتسليم الأسلحة والمعدات إلى قادة التحالف المحلي أو موظفين معينين من قبل النواب للأوامر العليا للحلفاء، والإبقاء على كافة السفن والطائرات والآلات والمعدات وكذلك إلى الأجهزة بجميع أنواعها والتسليح والأجهزة وكافة الوسائل التقنية المستخدمة حربياً بشكل عام. إن القيادة العليا الألمانية تعلن بشكل موحد لجميع القادة بضرورة ضمان تنفيذ أي أوامر أخرى صادرة عن القائد الأعلى لقوات الحلفاء ومن قبل القيادة العليا للجيش الأحمر. هذا الاستسلام العسكري بدون إخلال لأي صك عام للاستسلام قد تفرضها الأمم المتحدة أو ما ينوب عنها، وسيتم حل محلها والذي ينطق عن ألمانيا والقوات المسلحة الألمانية ككل. بموجب هذا البيان، في حال قيام القيادة العليا الألمانية أو أي من القوات الخاضعة لسيطرتها بعدم التحرك وفقاً لأحكام هذا الاستسلام، فإن القائد الأعلى لقوات الحلفاء والقيادة العليا للجيش الأحمر اتخاذ أي إجراء عقابي أو غيرها حسب ما تراه مناسباً. يوجه هذا القرار في اللغات الإنجليزية والروسية والألمانية، ولكن تكون اللغة الإنجليزية والروسية هي النصوص الأصلية فقط، وقد حضر التوقيع ممثلين عن دول الحلفاء ومنهم المارشال فيلهلم كايتل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الألمانية القيادة العليا للفيرماخ، وممثلاً للجيش هير الأميرال العام هانس جورج فون فريديبور قائداً أعلى للقوات البحرية الألمانية كريكس مارين، الكولونيل جنرال هانس يورغن شتوم كممثل لسلاح الجو لوفت فافا، الاتحاد السوفيتي المارشال جيورجي جوكوف نيابة عن القيادة العليا للجيش الأحمر، المملكة المتحدة قائد القوات الجوية المارشال السير آرثر ويليام تيدر نائب القائد الأعلى لقوات الحلفاء، الولايات المتحدة جنرال كارل سباتز قائد القوات الأمريكية الجوية الاستراتيجية كشاهد، فرنسا الكولونيل جنرال جان دي لاتر دي تاسيني قائد الجيش الفرنسي الأول كشاهد. تمت محاكمة فيلهلم كايتل في محاكمات نورنبرغ الشهيرة التي حكمت عليه بالإعدام بسبب ارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه في 16 أكتوبر 1946، وكانت آخر كلماته: أدعو الله العلي القدير أن يسبغ رحمته على الشعب الألماني، نحو 1,000,000 من الجنود الألمان قد ذهبوا فداء لبلدهم حتى الموت، وها أنا أحذو حذو أبنائي، كلنا فداء ألمانيا.